عندنا هذه الأسئلة الإضافية اللي هي نفس أسئلة الطلاب بالمقرر العام. هذا السؤال هو رقمه 3، سؤال رقمه 3. هسه نجي نقرأ ونحلل السؤال. يقول بول كرة is thrown vertical upward. هسه احنا عرفنا يعني شنو معنات thrown vertical upward، يعني رميت كرة إلى الأعلى باتجاه الأعلى، upward بمعنى الأعلى. With initial speed، بسرعة ابتدائية مقدارها 30 متر per second. إذن من يقول لي هيجي، يقول أريد الهايت. هسه بالبداية نجي نرسم وبعدين نشوف. دا يقول أني عندي كرة رميتها للأعلى، هذه كرة سويت رميتها للأعلى بسرعة ابتدائية مقدارها 30 متر per second. زين هذه الكرة من رميتها للأعلى تبقى بالأعلى لو تنزل تحت تأثير الجاذبية؟ أكيد تنزل، فهذه الكرة توصل لهنا وترد تنزل مباشرة. حتى ما تنسون خلي شروط الفري فولم بادي. هنا أنا عندي، هنا قلنا هذا ماكسيمم هايت، أعلى ارتفاع. من هو ماكسيمم هايت؟ إذن الفي فاينل شو تساوي لي؟ صفر. قلنا لو بعد عدها يعني سرعة تقدر تصعد بعد أعلى، بس لهنا نبذت سرعتها، صارت الفي سرعتها صفر. هذا قلنا هم يسمونه هايت، إذن هذا اسمه هايت، ارتفاع. اللي شي قابل، اللي قابل الواي. هنا هو نرجع للسؤال، شي يقول إذا هذه كلها خليتوها قدامكم مباشرة السؤال تحلو. يقول بول كرة is thrown vertical upward، رمت للأعلى بـ initial velocity. دي يريد من عندي الهايت اللي هو منه هذا الواي. سهل أطلع له صعب؟ سهل، أخلي قدامي القوانين اللي نعرفها اللي هي الـ V تساوي لنا V نوت ناقصا الـ G T، الـ Y تساوي لنا الـ V نوت T ناقصا نصف G T تربيع، وعندنا الـ V تربيع تساوي لنا الـ V نوت تربيع ناقصا 2 G Y. هو الـ Y عندنا مجهولة اللي هو الهايت. اللي معلوم شنو عندي؟ عندي سرعة نهائية اللي هو احنا عرفناها، لان هي من توصل للنهاية يعني للأعلى راح تكون عندنا سرعتها صفر، وعندي سرعة ابتدائية بعد ما عندي غير شيء. زين اي قانون يرهمني؟ اني زمن ما عندي، اذا يرهمني القانون الاخير. فاقول الـ V تربيع اللي هي صفر تساوي السرعة الابتدائية تربيع ناقصا 2 في 9.8 في الواي، ونقدر نطلع قيمة الواي اللي هي كاتبيها 900 على 20 وتساوي لنا 45 متر. بعض الطلاب هنا التعجيل هو ماخذ 10، نقدر احنا ناخذ التعجيل 10 ونقدر ناخذ 9.8. الحل مو يعني مو غلط يطلع عندكم، الحل صحيح. فهو ماخذ هنا التعجيل 10 عادي، ماكو مشكلة. هذا هو حل السؤال. احنا قلنا اذا ضبطتوا السؤالين يعني اللي حليت لكم اياها مال المحاضرة، اي سؤال يجيكم الباقي سهل. ناخذ السؤال اللي بعده، واهم شيء الشروط مالتنا مال فري فولم بادي تثبتوها وتحلون السؤال. هسه السؤال اللي بعده اللي هو يقول ايضا بول كره، بول اللي هو رقم 4 is thrown vertical upward، اذا رمت للاعلى with speed سرعه مقدارها 40 متر بير سكند. يريد التايم، الزمن، الانترفال بينه between الانستنت that the ball خلال ال 20 متر above the point of release. يعني ايش دا يريد مني؟ دا يقول انا عندي مبنى ارتفاعه 20 متر، مبنى عندي ارتفاعه ايش قد؟ ارتفاع المبنى هنا أنا عندي 20 متر. دا يريد من عندي احنا الكره، هذا عندي ارتفاع المبنى، هذا احنا انا عندي هذه مبنى، هذا المبنى، لأن هو دا يقول بول رمت بمسافة أو العفو الهايت، هذا مو مبنى، هذا الهايت الارتفاع اللي رمت به هو 20 متر. يعني نفرض بأن أنا هذه الكرة كانت هنا رميتها للأعلى، الهايت الارتفاع مالتها صار عندي 20 متر، ارتفعت خلال 20 متر، وصلت مرحلة معينة وردت نزلت، رجعت للأرض. يريد الزمن اللي استغرقته من وصلت لهنا وردت رجعت للأرض. إذن أنا زمنين عندي، هسه راح أشوف. هسه هو إيش منطيني؟ منطيني الواي اللي هي 20، ومنطيني السرعة الابتدائية اللي هي مقدارها 40 متر بير سكند. إذن منطيني واي ومنطيني الفي
ودريد من عندنا التي. هسه احنا قلنا الفي نوت عندي قانون شو يقول، اللي هو دا يقول عندنا الواي تساوي لنا الفي نوت تي ناقص النصف جي تي تربيع. الواي ارتفاعها، هذا ارتفاعها هو 20. هسه راح تقول ليش ما اخذتي ناقص 20؟ لان انا الكره بعدها ما نزلت، هي الكره بس صعدت. فراح اقول 20 تساوي السرعه الابتدائيه اللي هو منطيني اياها 40، الزمن هو رايده، ناقص النصف. هنا ماخذين قلنا الجي اللي هي 10، نقدر ناخذها احنا 9.8 ماكو مشكله، في 10 في التي تربيع. هسه صارت عندي بعد ما قسمنا وهذه، فتطلع عندي 5 تي تربيع ناقصا 40 تي زائدا 20 تساوي 0. هذا انتو عندكم بالمتوسطة، راح تصير عندنا هنا تي تربيع ناقصا 8 تي زائدا 4 تساوي لنا 0، فنفتح هيج وتساوي 0. فهنا هو حالها بالدستور، نقدر نحلها بهذه الطريقة ونقدر بطريقة الدستور اللي انتو تعرفوها، فتطلع تي اما 7.62 او تطلع 0.54. يقول اني من رميتها للاعلى the ball اللي هي خلال 20 متر above the point من النقطة مالتها، راح تكون عند الزمن 0.45 on the up، والتي اللي استغرقتها اللي هو 7.6 من نزلت للاسفل. هسه احنا من صعدت الكرة، من صعدت استغرقت مسافة 0.54، بس من نزلت استغرقت وقت مقدارة 7، هنا استغرقت العفو وقت 0.54، هنا مقدارة 7.62 داونورد. إذن أنا عندي زمن ينطلع عندي هذا الزمن وهذا الزمن، هو دا يريد التايم انترفل بيناتهم، أنقص هذا الزمن من هذا الزمن يطلع لي التايم انترفل اللي هو الوقت اللي بينهم. هذا هو حل السؤال. هذا سؤال 5 مكرر هسه حليناه. بقى عندكم سؤال الأخير اللي هو رقم 10. سؤال رقم 10، هذا السؤال رقم 10. هذه كار، سيارة دا تسير بسرعة مقدارها 20 متر بير سكند، يعني منطيني الفي السرعة الابتدائية اللي هي 20 متر بير سكند. السائق ايش سوى؟ زيد السرعة. وين صارت؟ شقيت صارت 100 كيلو متر بالساعة. إذا الـ V2 تساوي لنا 100 كيلو متر بالساعة. باعوا هنا الوحدات تختلف، هنا متر بير سكند، هنا كيلو متر بير ساعة. هذه لازم تصير عندي تحويلات. ننتبه للسؤال، هذه شو وقت الزمن مالتها؟ عند الـ T تساوي لنا 3 سكند، زيد السرعة مالتها عند هذا الزمن. بعد هذا الوقت، بعد ورا ما صارت الـ 100 كيلو متر بالساعة، قرر السائق أن يتوقف. قرر السائق أن يتوقف، يعني عندنا هسه لحد هذا الزمن 3 سكند وصلت 100. بعدها قرر السائق أن يتوقف بـ V، يعني راح تساوي لنا صفر عند الزمن ايش قد مقداره؟ 4 سكند. يقول نريد الافريج اكسلريشن ان بوث كيسز بالحالتين. نجي على واحدة واحدة. بالبداية السرعة مالته الابتدائية 20، وصل سرعة 100 خلال وقت 3 سكند. نجي نطبق القانون مثل ما نعرف، اللي هو منه رايد هنا الاكسلريشن، التعجيل. التعجيل شو يساوي؟ لمعدل تغير سرعة بالنسبة للزمن، يعني الـ V final ناقصا الـ V initial على T final ناقصا الـ T initial. إذا نقول الـ A تساوي الـ V final وين؟ 100. هذه الـ 100 بالكيلومتر بالساعة لازم أحولها. شلون التحويل يصير؟ الـ V احنا عندنا 100 كيلومتر بالساعة، أضربها في ألف على 60 في 60، إيش قد تساوي لي؟ 27.8 متر بير سكند. إذا هنا صارت لي 27.8 ناقصا الـ 20 على الزمن اللي هو منطينيات 3، تطلع لـ 2.6 متر بير سكند. هذه الاكسلريشن، التعجيل الأول اللي هو المتر بير سكند سكوير. هنا أنا مو هنا نضيف سكوير، المتر بير سكند سكوير. نرجع للمطلب الثاني اللي هو دا يقول بعدها ورا ما صارت 100 قرر يتوقف، يعني هذه سرعتي صارت يعني هسه هو سرعته صارت 100، ورا ال100 قرر يتوقف، يعني هذه راح تصير عندي V1،
والفيتو راح تكون عندي صفر اللي هي قرر يتوقف، يعني ورا ما صارت سرعة 100 قرر يتوقف، بمعنى هاي صارت للسرعة الابتدائية وهذه السرعة النهائية عند يا زمن عند 4 سكند. نفس الشيء أطبق القانون اللي هو الـ A تساوي لي دلتا V على الدلتا T، فالـ A تساوي الـ V final ناقص الـ V initial على الدلتا T، وتساوي الـ A تساوي احنا الـ final صارت عندي صفر لأن قرر يتوقف ناقص اللي هي 27.8 بعد التحويل على 4 تساوي 6.95 متر بير سكند سكوير. هذا هو حل السؤال، شلون بدأ بسرعة ابتدائية ووصل للمية، ورا ما وصل للمية قرر يتوقف. إذا صارت للمية هي سرعة ابتدائية، وبعد ما يتوقف اللي هو احنا من يتوقف اللي هو سرعة ماكو، يعني السرعة راح تكون عندي صفر، فتطلع عندي acceleration بالحالتين.